سلام الله عليكم إخواني وأخواتي في الله، رمضان كريم، ويا رب تكونوا بخير وصحة وعافية دوما بإذن الله. في الحقيقة في الدرس ده إن شاء الله هتكلم عن حاجة مهمة جدا، لازم أي حد فينا بيتمنى إنه يكون عنده براعة وإتقان فيها، اللي هي الكتابة على الكيبورد. طبعا مين فينا ما بيحلمش إنه يكون محترف في الكتابة على الكيبورد؟ أنا بحلم أكون محترف في الكتابة على الكيبورد، وأنت كله بيحلم إنه يكون محترف في الكتابة على الكيبورد. طبعا فكرت قبل كده إنك أنت تكون محترف في الكيبورد، في الكتابة على الكيبورد؟ كم مرة فكرت وأنت مفيش أي مثلا تحفيز ليك إنك أنت تشتغل على الكيبورد وتتعلم الكتابة على الكيبورد؟ اكيد تابعت شروحات على اليوتيوب وما جابتش معاك نتيجه، اكيد طبعا. اليوتيوب مليان طرق كتيره انك انت تدور على حاجه او اي طريقه تعليميه تعلمك انك تكون سريع او محترف في الكتابه على الكيبورد. النهارده في الدرس ده بحثت بحث كتير يعني، وتوصلت لحل مفيد هيفيدكم في طريقة الكتابة أو طريقة تحسين الكتابة للأحسن في على الكيبورد. طبعا كل اللي عليك إنك هتدخل على الموقع ده www.tabing.com. أول ما تدخل على الموقع ده، طبعا أنا هحط لك رابط الموقع أسفل في الديسكريبشن. بعد ما تدخل عليه تضغط على تيبنج ليسون. الطريقة سهلة وبسيطة جدا علشان تبقى محترف. عندك مجموعة من الدروس زي ما انت شايفين، مجموعة من الدروس. أول حاجة هنضغط على أول حاجة، تمام؟ زي ما انت شايفين هنا هيعلمك إزاي تكتب على الكيبورد، تمام؟ بعد كده كونكت. زي ما انت شايفين هنا بيقول لك الإصبع ده يكون أو يكتب حرف الجي، تمام؟ يعني تيجي على الكيبورد زي ما هو موري حضرتك هنا، تكتب حرف الجي مرة تانية لحد الآخر. انتهينا من الطريقة دي. بعد كده كونتينيو، تيجي هنا شوف هو بيقول لك ايه، جي بعد كده مسطرة سبيس، تيجي هنا بيقول لك جي جي بعد كده جي سبيس ب الاصبع اللي هو عامل عليه علامه، تمام؟ تضغط انتر بعد كده جي انتر جي 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 انتر وهكذا. دي الطريقه اللي هتخليك تتعلم الكتابه في اسرع وقت وتتعلم السرعه في الكتابه. تيجي هنا، هنا الحرف اللي بعده علشان تبقوا عارفين يا جماعة ده تجر يعني بحرف حرف، بعد كده الحروف بتتضاعف وبتبقى كتير قوي في لما بتتقدم في الاف. حرف الاف طبعا زي ما انت شايفين هتختار الاصبع اللي معلم عليه، بعد كده تضغط سبيس، تمام؟ يعني زي ما انت شايفين طريقة سهلة وبسيطة عشان تبقى محترف في الكتابة. طبعا انا جربت ده قبل كده واتعلمت عليه، طبعا زي ما انتم شايفين انك انت تبقى محترف في انهيته يجيب 3 نجوم وهكذا. يعني علشان تبقى محترف في الكتابه لازم تتعلم بنفسك، تمام؟ هنا مثلا حرف الجي، طبعا حرف الجي زي ما بيقول لك اضغط جي جي بعد كده اف اف جي جي اف اف وهكذا. طبعا زي ما انتم شايفين في عداد بيعدلك لو في اي خطأ هيجيلك، تمام؟ زي ما انتم شايفين الخطأ بيجي باللون الاحمر، تضغط اف بقى، تمام؟ بعد كده كونتينيو كونتينيو، تيجي هنا للمرحلة اللي بعديها حرف الجي. اي خطأ بيجي لك باللون الاحمر يعني لازم انت تحذر من الخطأ
يعني الطريقة سهلة وبسيطة يا جماعة. ده الموقع بصراحة هيفيدكو ويعلمكو حاجات كتير قوي طبعا في الموقع. يعني الموضوع سهل وبسيط، يا رب يكون الموقع أو الدرس بتاع النهاردة فاتكم. أتمنى ده بإذن الله. طبعا يا جماعة ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة. كده يكون انتهى الدرس بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة. في الحقيقة أنا كل يوم بنزل درس أو درسين أو أكتر على حسب ما أكون فاضي. في الحقيقة مش لاقي دعم، يعني الدعم اللي أنا بشوفه مش هيخليني إن أستمر وأنزل فيديوهات، تكون يعني متحمس إن أنزل فيديوهات كل يوم بالدرس أو الدرسين أو الثلاثة على حسب. وأي حد بيطلب مني مشكلة على طول فورا بنزل له الحل. أنا عايز دعم، عايز اشتراك للقناة علشان أقدر أستمر وأقدر أقدم لكم كل حاجة مفيدة اللي أقدر أقدمها لكم بإذن الله. يعني مش هتب ما تبخلش عليا بالاشتراك ده، يعني كل عليك إنك هتضغط على الزر ده، مش هتخسر حاجة لو أنت عملت لي اشتراك ودعمت القناة. يعني دي قناة يعني هتتعلم منها حاجة مفيدة كل يوم، يعني أنت مش هتخسر حاجة لو ضغطت على زر اشتراك. وأتمنى إنكم كلكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لها دعم، وده شيء يسعدني ويفرحني بإذن الله. تكونوا كلكم بخير، وكده يكون انتهى الدرس بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في أمان الله وحفظه.